مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شهد نهائي كأس الجزائر بين شباب الوزداد واتحاد العاصمة ضحكة عفوية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أثناء تسليم الميداليات، وهذا بعد أن سلم الميدالية للاعب منتخب الجزائر السابق عز الدين دوخة. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام. متميزة تدعو إلى الفخر والاعتزاز في هذا قلت العرس الكروي الموجه اساسا لكل شباب الجزائر.